يقول: قرأت كتابا في علم الفرائض وفيه قول المؤلف: فمن تصرف فيها تصرفا غير ما شرع الله، أو ورث غير وارث، أو حرم وارثا من الميراث، أو حرم وارثا من الميراث، أو ساوى بين الذكر والأنثى ممن لم يسو الله بينهما، فقد خالف حكم الله، فهو بذلك كافر خالد مخلد في النار ما لم يتب. فما صحة هذه المقولة؟ هذا كلام صحيح. الله جل وعلا لما بين الفرائض قال: تلك حدود الله، من يتعدى حدوده تلك حدود الله، ومن يتعدى، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، نعم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالكلام هذا على ضوء الآية كلام صحيح، لغير المواريث، ويرى أن الله لم يعدل بين الورثة، يرى أنها ليست عدلا وأنه يعدلها هو، هذا كفر، لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى. نعم.